صباح الخير والسعادة على كل متابعي برنامج صباح الشرقية. تغطيتنا اليوم راح تكون بهذا التجمع التجاري اللي هو الغرض منه زيادة الاقتصاد المحلي والاهتمام بالتصنيع المحلي. مشاركة بهذا المعرض أكثر دولة، ولكن راح تكون منافسة ما بين الصناعة المحلية والصناعة الخارجية، وأكيد يهتم هذا المعرض بالفاشون والمودة والآخر صيحات الموضة، وكل البنات مهتمين بهاي الأمور بالوقت الحالي، فخليكم ويانا حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المعرض. من وين مشارك حضرتك؟ من مصر، القاهرة، مصنعنا بالقاهرة. يعني الصناعات مالتكم مصرية؟ مصرية، بس احنا سوريين فاتحين شركتنا بمصر. زين، شنو الغرض من هذا المهرجان؟ أو الغرض من مشاركتكم بالعراق بمنتجات تكون مصرية؟ احنا بصراحة غرضنا اقتصادي أول شيء، عشان نبيع منتجاتنا هون بالأراضي أربيل أو الإقليم بشكل عام، ونحن نبيع بالعراق، بغداد، بكل المحافظات. بس اربيل عنا شوي سوء لسه ما تحرك عنا، هلا حبينا نفتح ونشارك في المعرض، عشان هيك حبينا نجي ونشارك فيه. اول مشاركه لك باربيل؟ اول مشاركه، بس مشارك قبلها ببغداد مرتين، بس بنشارك لحنا كثير معارض خارجيه. انتم اهتماماتكم بالاقتصاد والتجاره، ولا هم عندكم امور ثانيه؟ انا قريت عن هذا المعرض انه هو يهتم اكثر بالموديل وستايل وهاي الامور، صح؟ احنا هلا عارضين شتاء 2020 كله موديلات ديزاينات جديده، مشان هيك احنا هلا اول مره بنعرضهم بهذا المعرض. يعني مواظبين على الموديل والموضه وهاي الامور؟ طبعا احنا الموضه كل ست اشهر بتنزل، صيف وشتاء. من وين مشاركه حضرتك؟ احنا من مصر. شنو الامور هنا؟ صناعه مصريه هي جنب؟ صناعه مصريه 100%. كله صناعتنا كلها بيو ده من اجود انواع الجلود الصناعيه. بنعمل طبعا الحاجات الفاشن، يعني احنا بنعمل احدث حاجه، دايما بنحضر معارض في ايطاليا اللي هو لينيا بيلي، المعرض متخصص للجلود. بنجيب احدث موديلات واحدث خامات، وبنعمل الاكسسوارز بتاعنا احنا، بيبقى عليه الاسم بتاعنا، البراند بتاعنا. بنجيب طبعا اعلى كواليتي. عندنا خدمه الطباعه 3 دي برنتر، خدمتنا هي نطبع القطع الهندسيه والمشاريع التخرج بالنسبه للطلاب. يعني نعم. زين، الغايه من مهرجان او من هذا المعرض عفوا ومشاركتكم به، الفكره من المعرض كله تجاري اقتصادي شنو امور؟ احنا صراحه احنا جدد يعني هنا، خاصه في اربيل يعني ما معروفين، فحبينا انه نوسع من نشاطنا يعني هنا داخل اربيل، ومعرض حلو يعني حبينا نشارك به ونعرض نشاطنا. يعني من سياسه حكومه اقليم كردستان التي تشجع القطاع الخاص والحركه التجاريه الحره لكي تكون كل الاختيارات موجوده بين ايدي المواطنين، فنرى كل شركات متنافسه وباسعار فعلا حقيقيه متنافسه بين هذه الشركات. يعني تعرفون المعارض في أربيل مستمرة وعلى دوام، موجود عدة أنواع من المعارض على مدار السنة والشهور، وهذا شيء صحي جيد. يعني تعرفون أربيل كمركز تجاري واقتصادي ليس في أقليم كردستان بل في كل العراق، قبلة أنظار الشركات الأجنبية والمحلية والأوروبية، ولهذا يعني هاي معارض شيء طبيعي. احنا نتمنى إن شاء الله يعني دوام هالمعارض وتخصصها اكثر، وكلها في سبيل خدمه المواطنين وتقديم احسن النماذج واحسن الصناعات واحسن المنتجات العالميه، لكي المواطن يكون عنده حريه الاختيار وحريه اختيار البضاعه المناسبه سواء بالنوعيه وبالجوده، عفوا السعر. طبعا يعني وجود معرض شيء جدا صحي في لغرض تطوير التجاره والعلاقات الاقتصاديه. احنا على طول يعني هذه تشجع القطاع الخاص سواء التجاري او الصناعي، او تشجع للاستثمار وين ما كانوا، لهذا احنا نشوف الدول تشجع على المعارض وتستخدم شركات خاصه بهذا الخصوص، والحمد لله يعني اربيل على طول بها هاي المعارض وعلى مدار الشهور والسنه.